هل تعلم بأنه يمكن لطبيب نفسي اكتشاف ما يدور في عقلك الباطن باستخدام وسائل بسيطة أحياناً؟ وله حتى أن يقرأ أفكارك مهما حاولت إخفاءها وعدم ذكرها. سنعرض لك الآن بعض الخدع البصرية التي سوف تخبرك عن حياتك ونمط تفكيرك وطريقة عمل عقلك الباطن. ركز جيداً في كل صورة نعرضها، وحاول استحضار أو تدوين ما يخطر ببالك من أفكار. لنبدأ. إذا رأيت امرأة أولاً، فهذا يعني أنك تشعر كما لو أنك تدافع عن نفسك باستمرار في هذه الحياة، وهو ما يجعلك مرهقاً على الدوام من الناحيتين النفسية والجسدية. أما إذا رأيت جمجمة، فهذا يدل على أنك تواجه حالياً تحديات كبيرة، وأنك تكافح من أجل إيجاد حل للتعامل معها بفعالية. إذا رأيت عجوزاً أولاً، فأنت شخص متعاطف، تتماهى مع كل ما يحدث في حياتك. أنت تعتمد على الجانب الأيمن من دماغك، مما يدل كذلك على أنك شخص مبدع يلمح الجمال في كل ما يحيط به، مما يجعله يحافظ عموماً على إيجابيته. أما إذا رأيت المرأة أولاً، فهذا يدل على أنك تشغل الجانب الأيسر من الدماغ، أي أنك تميل إلى التحليل، حيث ترى العالم أبيضاً أو أسود، وعادة ما تنتبه للنطاق الكامل للرمادي الموجود حولك. حاول أن تبقي قلبك وعقلك منفتحين على رؤية أكثر من مجرد الحقائق، فالترحيب بفرادة الآخرين في حياتك سيجعلها أكثر جودة. إذا رأيت ثعباناً، فهذا يدل على أنك تتحلى بروح القيادة، وأنك تتمتع بمهارات عالية، إضافة إلى كونك تحظى بالاحترام والتقدير من أقرانك. أنت شخص مسؤول يشجع من حوله ويدعم من ينضم إلى فريقه. أما إذا رأيت ذراعين، فهذا يدل على أنك شخص أكثر تحليلاً ونقداً، تستغرق وقتاً لتقييم الموقف بشكل كامل. قد يؤدي ذلك إلى إبطائك، لكنه يجعل منك شخصاً يمكنه اكتشاف أي عثرات في خططك قبل فوات الأوان. إذا رأيت أعمدة أولاً، فأنت شخص يفضل العيش في أمان داخل منطقة راحته، وفي محيط يعرف بأنه يمكنه النجاح انطلاقاً منه. لكن هل أنت متأكد بأنه يمكنك النجاح حقاً داخل قالب محدود؟ لا تخشى المغامرة، فهي من أجمل الطرق لعيش بدايات جديدة وتجارب مختلفة. أما إذا رأيت رجالاً بين أعمدة، فأنت ممن يعيشون حياة الإثارة والمغامرة، منتقلاً بين تحد وآخر، بل إنك تخشى من فكرة الاستقرار ذاتها لأنها تشعرك بالملل. لكن
لا بد من الاعتراف بأن بعض الثبات سيكون مفيداً لك. إذا رأيت سيارة فهذا يعني أنك تمنح الحرية كثيراً من التقدير، حرية النهوض والرحيل في أي لحظة، والقدرة على فعل أي شيء بشكل طبيعي. أنت تعيش لتجرب أشياء جديدة ولتخرج باستمرار من منطقة راحتك. أما إذا رأيت رجلاً بمنظار فهذا يعني بأنك تركز بشكل عام على الصورة الأكبر وتنسى التفاصيل الدقيقة لأي موقف معين. وبالرغم من أن هذا الأمر يساعدك على استيعاب المعلومات بسرعة، إلا أنه قد يتسبب في مشاكل في الأوقات التي يكون فيها الاهتمام بدقائق الأمور أمراً لازماً. إذا رأيت وجوهاً أولاً فهذا يعني أنك شخص متفائل ومحتف بكل لحظة في حياتك. حياتك فرصة للتواصل الاجتماعي ولتكوين صداقات جديدة وتعزيز طاقتك من خلال تفاعلك مع الآخرين. أنت تفضل أن تقضي حياتك محاطاً بالآخرين بدلاً من البقاء بمفردك، لكن هذا التفكير له أن يمنعك من صنع روابط حقيقية ودائمة. أما إذا كانت الشمعة هي أول ما رأيت فهذا يدل على أنك تشعر بالهدوء والطمأنينة. أنت شخص يشعر بسلام أكثر في منزله، كما أنك انتقائي في اختيارك من يستحق وقتك وجهدك. أنت تفضل الجودة على العدد عندما يتعلق الأمر بالصداقات، وتمنح تقديراً عظيماً للأشخاص الذين تحبهم. إذا رأيت تمساحاً أولاً فهذا يدل على أنك شخص عملي وأن قدرتك على التركيز قوية للغاية. أنت ترفض أن تضيع وقتك فيما لا يمثل أولوية بالنسبة لك، وتتجنب المخاطرة قدر الإمكان، وتفضل التمسك بالمسارات المألوفة التي تعرف أنها متاحة لك على الدوام. أما إذا كان القارب هو أول ما رأيت فهذا يعني أنك شديد الانتباه، تجد البهجة في الأشياء الصغيرة في حياتك. أنت مستقل وفريد من نوعك، حتى إن البعض قد يقول عنك إنك غريب الأطوار. أنت ممن لا يسمحون لأي كان بأن يحثك على التغيير، لأنك تتبع إبداعك لتنجح في حياتك. إذا كنت امرأة ورأيت وجه رجل أولاً فهذا يدل على أنك تركزين على الجنس الآخر، ومن المحتمل أن تكون لديك دوافع غريزية. قد تكونين مرتبطة الآن لكنك لا تشعرين بالرضا التام، لأنك ترغبين دوماً في إرضاء نفسك. لا تسمحي لهذا بأن يصبح هاجساً في حياته، لأنه يمكن أن يتحكم في كل ما تقومين به. أما إذا كنت رجلاً ورأيت وجه رجل أولاً فهذا يعني أنك تكافح في علاقاتك مع شريكتك وأصدقائك وزملائك في العمل وحتى الغرباء الذين تقابلهم. خصص بعض الوقت للتركيز على مهارات التعامل مع الآخرين
لأن ذلك سيفيدك كثيراً في عيش حياة سعيدة. وأما إذا كنت امرأة ورأيت وجه امرأة أولاً، فهذا يعني أنك واثقة من نفسك، مدركة لذاتك، تعرفين من أنت ولا تخشين مخالفة القاعدة. أنت متفائلة بطبيعتك وإيجابية وجالبة للنور حيثما حللت. وأما إذا كنت رجلاً ورأيت وجه امرأة أولاً، فهذا يعني أنك في رحلة البحث عن شريكة حياتك، وقد صار هذا المسعى أولوية قصوى عندك. لا تضغط على نفسك في ذلك، بل تابع سريان الأحداث، ذلك أن أفضل العلاقات هي تلك التي تنمو وتتطور بسلاسة وعفوية. وأما إذا كنت مرتبطاً، فهذا دليل على أنك سعيد ومتوازن ومتفان مع الطرف الآخر. فأي نوع من الشخصيات أنت؟